السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. اشتكى مواطنون في محافظة البصرة من صعوبة الحصول على الدولار من أجل السفر بسبب فساد بعض شركات الصيرفة الأهلية وامتناعها عن توزيع حصص المسافرين من أجل بيع الدولار في السوق السوداء، في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية وعدم تطبيق القانون ضد المخالفين. دعونا نستمع إلى حديثهم. عندهم مرضى، ناس تريد تروح كذلك إلى بيت الله الحرام. إحنا هنا جاي نعاني، هاي إنا سبعة أيام، أكو ناس سبعة أيام تأتي إلى وأكو أكثر. يجون المن يأتي الشركات الأهلية، الشركات الأهلية اللي مفروض تصرف الدولار بسعر الدولة. لكن المعاناة شنو؟ المعاناة أن الشركات كل واحد يحولك على الثاني. الآن نحن نقف أمام هذه الشركة، شركة الحلو، اللي هي صارت ثلاثة أيام الناس هنا متجمرة أمامها. نعم. فيأتون إلى هذه الشركة، هذه الشركة ماذا تقول؟ تغيرك إلى شركة أخرى. رحنا إلى شركة العابر يوم أمس، شركة العابر وزع 30 نفر، قال لك بعد ما عندي. زين يجون بالمئات، وإذا تنظر هنا خلفنا أكو نساء، يعني نساء مرضى يريدون الذهاب إلى مثلا إلى الهند أو إلى دول الجوار. لماذا؟ لأجل نعم هذا واحد. اثنين، الآن أكو بعضهم مثلا سفر مال اليوم طيارته. زين هذا شنو ذنبه؟ مثلا جاي هنا من الأربع الفجر، قاعد هنا سجل اسم انتظار، وهاي المعاناة احنا جاي نعانيها في كل يوم. هاي الأخ مريض هنا، عنده حالة فد حالة للهند، مريض عنده كذلك عمليتي للهين، وجاي نعاني اليوم السبت والاحد والاثنين والثلاثاء. يوميا نجي هنا يقولون نوزع، وناس راحت الى المصرف المركزي وتعهد لهم المدير وقال لهم باكر وباكر، وجاي يعطون العالم مواعيد كذا كاذبه ما يصدقون الناس. رحنا الاستاذ سلام البنك المركزي يقول روح على هذا المصرف الشركه، نروح يقول لك جاي مسوين الشعب مثل الطوبه من واحد لواحد. يشمرونه. طيب اذا ماكو استجابه ايش راح تسوون انتم كمواطنين؟ والله يا اخي ماكو استجابه، لازم هنا نسوي النحل. يعني احنا اللي عنده مريض، اللي عنده سفر، اللي عنده عمره، مو لو تخلونها وحده 150 دولار وماشي، لو تخلونها على 132 يعطون العالم. هذا ابو الشركه ما مطي من عده. زين من عده الشركه. هاي القضيه مثلا من الشركات الاهليه، ليش الحكومه المراكز بدل المصارف الحكوميه؟ مستمرون مشاهدينا الكرام مع حضراتكم بشان هذا الملف، اذ وثق ناشط من محافظه النجف تعطل حركة البيع والشراء في معارض السيارات بالمحافظة نتيجة أزمة الدولار المتفاقمة في البلاد والتي تنعكس على المواطن ومعيشته. لنشاهد. من داخل المعارض القديمة في النجف الأشرف، هاي المعارض قبل سنوات كانت مكتظة بالزبائن، مكتظة بالسيارات، والعمل متواصل تقريبا يوميا 5 إلى 7 ساعات موجودة. شوف اليوم المعارض فارغة إلا ما ندر، واليوم جمعة، كانت الجمعة أنا ما يقدر تتحرك، ما يقدر تمشي. بسبب شنو؟ كان دولار متوفر بالسوق، والدولار رخيص، والكل يقدر ياخذ الدولار ويشتري بيه السيارات. ومن تشتغل المعارض ترى مو بس أصحاب المعارض يستفادون، كل أبناء النجف يشتغلون. ليش؟ تتحرك العجلة الدور، يشتغل أبو المحل أبو الأسواق أبو التاكسي وأبو المول، الكل يتحرك. بس اليوم بحكومة محمد الشاع السوداني، اللي يعتقد مثل سابقه مصطفى الكاظمي هو فقط أوبر تقدير للشعب العراقي، وسوى الدولار 156,000 دينار، أبشركم اليوم عجلة العمل كلها توقفت، الدوامة كلها توقفت. اليوم ماكو شغل. التاجر إذا ما اشتغل المواطن ما يستفاد، لأن هي عجلة واحد
رزقه على الثاني والكل على الله. فمحمد شاع السوداني كافه افلام للشعب العراقي، الشعب العراقي شبع من الدواله والافلام مالتكم، يوميه طالعين له فيلم، يوميه طالعين له بدالغه، وهاي مثل ما تشوفون اليوم جمعه. تدرون انتو بالايام اللي سبقت السنوات الماضيه يوم الجمعه شنو كان في المعارض؟ ما تقدر تمشي مشي مو بسيارة. واليوم الساعة بالستة العصر اللي هي الذروة، وقت الذروة مال العمل، فارغة المعارض. فيا دولة محمد شاع السوداني جئتم بشعارات نعمل لخدمتكم، وين الخدمة اللي قدمتها للشعب العراقي؟ هاي الخدمة مالتك؟ الكل قاعد وساكت؟ الكل ما جاي يشتغل؟ لأن إذا ما اشتغل التاجر وما اشتغلت المعارض ما راح يشتغل الفقير، والكل ما راح يشتغل. ها شوفه ساعة بالستة عزل. ليش عزل؟ ماكو شغل، ايش عنده قاعد وحاط له عمال وحاط له كذا ويصرف شاي وماي وهو ما جاي يشتغل. الدولار دمر الناس، الدولار دمر العالم. يا ناس، يا من تدعون الإسلام، يا من تدعون الإنسانية والوطنية، الدولار دمر السوق دمار. اليوم الدولار 156. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. بتول تقول: والله مصيبة هاي الحكومة، دمار إلنا. تعليق من حياوي يقول: التجارة بالنجف كلها متوقفة. حاتم يقول: والله ولا مكتب صيرفة يبيع بسعر الدولة، يشتري ويبيع بالسعر الموازي. وكمال يقول: سياسة مالية واقتصادية فاشلة، هذا العراق أبو الخيرات والنفط، دينار ما يسوى شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. خلونا نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول محمد الشاع السوداني نعمل لخدمتكم، لا يعمل لأذيتنا. هذا شعار الحكومة. يا حكومة، حكومة السودان يا صاحبة شعار نعمل لخدمتكم. لا أستاذ، هذا ما يعني أكون حكومة، أقول إصابة. يا حكومة، طلع مصطفى الكاظمي يطلع حرامي، الخبر مصطفى الكاظمي يطلع حرامي، يروح السوداني وهم يطلع حرامي. يعني أنت السودان تقول أنا بعثي صدامي هذا العزيز، هذا كانت عملة طبع والعالم عايشة عيشة حلوة وعيشة كريمة. لا حد يقول اكو ناس تطلع تحشي، يرجعنا وين؟ يرجعنا قبل 2003. هسه احنا 23 خلصت استاذ العزيز، شهر 16 خلص. هم الاحزاب ابو عبد الله، الاحزاب والآلة الإعلامية الموجودة لهذه الحكومة، وحتى اكو بعض العراقيين يصدقون هذا الكلام، يقول لك حكومة مصطفى الكاظمي كانت حكومة المؤامرات وحكومة الفتن والمشاكل والأزمات. طيب والحكومات اللي قبلها؟ طيب ومحمد الشيع السوداني اختلفوا بشيء؟ محمد الشيع السوداني اختلفوا بأي شيء عن حكومة الكاظمي؟ زين، البارحة سوى محمد الشيع السوداني مال كركوك. نعم. مو ناس ذبحت وناس انذبحت واحترقت سيارته، زين هاي رقبة منو؟ نعم. منو راح يعوض هذا المواطن؟ يا عمي ناس اصابات، ناس متكالبة على هذا البلد. تعتقد سيد ابو عبد الله، انت حضرتك بالعراق يعني وعاصرت هاي الحكومات اللي اجتي، لمست باي حكومه من هذه الحكومات اللي اجتي بعد 2003 اي انجاز ايجابي لصالح المواطن؟ كل انجاز ماكو. قبل يومين طلع برنامج غيث التميمي يمكن كان هي غيث قال لهم مبكر صدام حسين صار الجسر المعلق، صار البرج برج صدام يسموه برج بغداد هسه. نعم. قال لهم هسه شنجت هاي الدوله، شنجت تسوت تحفظ والله مجاري وتشد بشلت، ترى هاي مجاري كلها فاشله، يعني حيجيبون ناس مو اختصاص، مهندس حيجي المهندس. نعم. اصلا بس اسمه شهاده، يعني يشتغل نظري. طيب ليش اكو بعد لماذا نجد لغايه هذه اللحظه، لغايه اليوم، اكو بعد جهات تقع على عاتقها مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية، صامتة تجاه هذا الفساد وصامتة تجاه هذه الميليشيات؟ الجهات الدينية المؤثرة اليوم بالعراق، مرجعية النجف كمثال، يعني موجود مثال حي للأطراف المؤثرة بالشارع العراقي اليوم.
ده نشوفهم صار لهم 20 سنة صامتون عن الفساد، عن الميليشيات، عن القتل، عن التسليب، عن المخدرات. يعني يعني ربما انتقادات خجولة في بعض الخطب وبعض الكلمات والإلقاءات اللي يسووها، لكن كحث الشارع أو تحريك الشارع كما حدث مع الفتوى ما صار. مدى نشوف هذا الشيء؟ ليش؟ شنو السبب؟ هذا ما يرام أي فتوى. من نظر فتوى؟ خلي يطلع النظر فتوى يقول أنا نظر فتوى. ليش ما ينطي فتوى ضد هذا الفساد؟ ليش ما ينطي فتوى ضد الناس المكفوين؟ يا حبيبي أستاذ محمد، حتى أنت أرجع قبل سنة، يعني أليس العراق بحاجة إلى جهاد حقيقي ضد هؤلاء الفاسدين، ضد هذه الميليشيات، ضد الدمار الذي حل بالبلد والمتسببين به؟ لازم الشعب الآن. هل يقل خطر هؤلاء عن خطر داعش؟ نفس الشيء، أما أقول لك كلهم من أم واحدة، ماكو فرق. نعم، أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة. دعونا نكم المشاهدين الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر. اشتكى ناشط في محافظة ذي قار من إهمال المدارس في قضاء النصر وعدم متابعة احتياجات المدارس من برادات المياه وأجهزة التبريد. دعونا نستمع. لأن مدارس اثنين، واحدة مقابل الثانية بقضاء النصر. أتمنى يعني إذا أكو مسؤول شريف بقضاء النصر يتابعهن. أتمنى من المهندس المقيم المحترم يتابع الأعمال مال هاي المدارس، لأن اثنين والعام انفتحن زين، ما مكتوب بالتندر سبليت، ما مكتوب بالتندر براد مال ماي للأطفال زين. مثلاً اللي عنده يقدر يشتري له بطل ماي، بس اللي ما عنده منين يجيب؟ منين يكتل العطش هنا يموت بالمدرسة زين؟ ماكو سبالة مبردة للأطفال، أطفال ذني ابتدائية وهاي متوسطة. يا أخي بالقرآن كارثة، يعني هاي انصرفت عليه المليارات ومتانين هين وفرحانين بيهن زين، تجد هاي وحدة وهاي الثانية مقابلها، هاي الثانية قبال لا سبالي لا براد ماي للأطفال مساكين بالقرآن. هاي عماكم ماي هذا الطفل حتى من يجي يحافظ له كلمة أو كلمتين من الحر يصمت صمت، من العطش في كتلة هم ينساهن زين. أنتم شرفكم أكو بنيان جديد العام، هنكم لأن عام انفتحن، أكو بنيان جديد. طبعا العام خرن بالمطر، خرن السنة هم نتابع نشوفن خرن مدارس، بنيان جديد عمل جديد خرن زين. أكو بنيان جديد عمل جديد من العام انفتحن، لا سبلت لا مبردة لا براد ماي. أتمنى إذا أكو مسؤول شريف يتابع ذن المدارس الثانية. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع، إذ وثق ناشط آخر من محافظة ذي قار أيضا الحالة المزرية لمدارس منطقة الصخيين في مشهد يجسد الإهمال والفساد المستشري في العراق. دعونا نشاهد. السلام عليكم، رسالة رئيس الوزراء ورسالة مدير التربية ورسالة وزير التعليم. أتمنى المقطع هذا يوصلكم وكون صدق، إذا أنتم صدق شرفاء تردون. السوداني مدير تربية وزير التعليم، تقبلون واحد من أطفالكم يداوم بشي مدرسة؟ يا السوداني إذا تقبل بيانا عاذرك ويانا خديك على راسي، وإذا ما تقبل تعال الناصر يوشك الفساد وين وصل. هاي المدرسة منطقة الصخين، ناس ما حد بحالهم، وراح اعطيك اكو مدرسة هسه بصفها لموا كل طالب 2000 دينار وسووا صحيات تواليتات كل واحد 2000 دينار كل طالب زين. هاي التخصيصات تجري التربية وين الفلوس؟ الموازنة وين جاي تودونها؟ مو راح تخبونها زين. هاي المدرسة الطلاب راح يداومون تصير شحنة بالقاع، بالقاع يقعدون ويدرسونهم. تجيك هسه هنا للساحة، هاي الساحة. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. حسين سعد يقول: على الأغلب مدارس النصر كلها هيج، مو فقط
ذني المدرستين، مشاريع النصر كلها فاشلة سواء الشركة أو المهندس. نديم يقول: شنو شغلة موظفين الخدمة؟ أكثر المدارس تعاني من إهمال موظفي خدمة وعدم تعاون الإدارة. تعليق من علي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وين مليارات ذي قار المنهوبة؟ وتعليق من عبير تقول: ليش مستغربين؟ بعد الفساد شو يسوي بالبلد؟ نستمع لرأي السيد أبو عبد الله من بغداد. تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله استغربت، بيتي قطعة مجاورة داري 50 متر، تابعة عن مديرية الطرق والجسور، قطعة محرمة للبناء، لأن بيتي سريع مع الدورة. طيب. سريع مع الريوت فيه. هذا البناء هسه بعهد رئيس الوزراء محمد شاعر السودان. طيب. لقيت شخص مجهول الهوية اجى بنى به. فراجعت مديرية التسجيل العقاري ست حنان يمكن هاي القطعة لأشخاص ما يكيدهم إن شاء الله. شوف موقعي، هاي القطعة بشهادة رئيس المهندسين مال بلدية الدورة وأمانة بغداد، بتقول هاي قطعة تابعة محرمات للطرق والجسور. طلعوا كشف موقعي، قالت احنا ما نطلع. فراجعت مدير الطرق والجسور، جات المديرة الله يحفظها ست أساو مديرة قانونية مال الطرق والجسور، قالت لي والله احنا ما نطلع. قلت لها من واجبه؟ هو هاي أملاقهم. فأكدت لي هي مديرية التسجيل العقاري ما بتكشف لأكو صارت متغيرات، ما كنت خليت عندي الحمد لله. وصل عملاق الطرق والجسور، ما طلع عملاق الأمانة بغداد. يعني هاي مشكلة اللي قلت احنا الأمانة بغداد ومدير طرق والجسور والزراعة، يقول احنا المرجع مالتنا التسجيل عقاري، إذا قطع تابع للدولة احنا نطلع نزيد هذا التجاوز. والتسجيل العقاري ما يطلع كشف ويا التسجيل ويا الطرق والجسور او امانه بغداد. بس سؤالي ابو عبد الله، ابو عبد الله وشايتني ابو عبد الله، اسمعني ابو عبد الله، مديريه التسجيل عقاري مال بيع الست حنان. اسمعني سيد ابو عبد الله، وثائق كثرت هذا الكلام. سيد ابو عبد الله، عندي كافه الوثائق عزيزي ابو عبد الله. تسمعني لو لا؟ نعم اسمع. طيب، هاي القاع بس بالبداية، هاي القاع مطوبة باسمك؟ نعم. يعني ملك صرف. بس أريدك تنص صوت التلفزيون للأخير لو سمحت. نعم نصف. يعني هاي القاع مو أرض زراعية أنت مشتريها؟ نعم. أو كذا هي؟ نعم. أنا قاعد 200 متر بسمي التسجيل العقاري، بس الخمسين من هاي. نعم. بس اسمح لي، يعني هي مو أرض زراعية أنت مشتري منها أو كذا، هذه أرض سكنية مطوبة طاب وصرف إلك. بالضبط، بالزراعي. نعم. بالزراعي؟ مو الزراعي. نعم. الزراعي إلى وضع مختلف سيد أبو عبد الله، أنت تدري وهواي ناس يدرون، حتى لو طوبت باسمك، هي الأرض إذا طاب وصرف زراعي هذا هاي أرضك. لكن إذا هي جزء من حصة كبيرة أو هي حصة من أرض كبيرة مأخوذة مساطحة لشخص معين من الدولة، هذا وضعها مختلف. أنت مشتري أرض زراعية مطوبة باسمك، يعني هي ملك إلك مو تابعة للدولة. تمام. يعني هي المشكلة أنه أكو ناس الآن متجاوزين على أرضك، وماذا تعرف تجيب حقك من هؤلاء الأشخاص أو عن طريق الدولة؟ لا هي القطعة، هي صراحة شيء هيك القطعة باسم نبيل محمد عبيد الشمري. هذا الشخص رجل نزيه ووزع وباع لنا القطع وطان السندات 25-23 موجود اسمانه بالطرق وطبيبه 25 حتى نكون واضحين. 25 تقصد 25 سنة؟ 25 سنة مدة المساطحة ويا الدولة مو؟ هذا التاريخ 50 تمات السيادة الأمني ما تاريخ. إذا شخص مجفوط نبيه هو مو قطعتي، هو ما نقديني. نعم.
هو ما معدين هذا الرجل، بس هو بني ما عنده سند مثلنا، احنا ما عندنا سند بابو بالضريبه والتسجيل. هذا شخص تمام. وصلت الفكره ابو عبد الله. ابو عبد الله المالك الاصلي خابرتني، قلت له شنو هذا السبب؟ قال لي والله لحد الان الدوله ما تعطيني تعويض. تمام. شوف شوف سيد ابو عبد الله، انا اشكرك شكرا جزيلا، شكرا جزيلا ابو عبد الله من بغداد. سيد ابو عبد الله، هذه القضايا وكثير من قضايا اخرى مشابهه، بل اكو قضايا اشد قسوه واصحابها يعانون اليوم وما ينامون الليل بسبب السرقه اللي تمت في وضح النهار لممتلكاتهم. اكو قضايا ما نهون من مشكلتك، لكن ايضا هناك مشاكل كثيره تتعلق بهذا الملف، الاستيلاء على أراضي الناس وممتلكاتهم بدون وجه حق وبسندات رسمية وقانونية. تمام. هذا الشخص ديبني ما عنده أوراق رسمية، انظر إلى الجهة التي تقف خلفه. لماذا الحكومة لا تأتي بالمسؤولين لإعادة الحقوق لأصحابها ممن سلبت حقوقهم عن طريق هؤلاء المتنفذين، أصحاب الميليشيات الذين ينتمون إلى ميليشيات أو الذين ينتمون إلى أحزاب مسيطرة في البلد ويانا؟ طيب، خلينا مشاهدينا الكرام، خلونا ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. انتقد ناشط من محافظة ذي قار فساد الشركة الإيرانية المسؤولة عن محطات تصريف المياه أو مشاريع محطات تصريف المياه والمجاري في قضاء الشطرة بسبب تعطل وعدم إكمال هذه المحطة والإهمال والتقصير في العمل. دعونا نستمع إلى حديثه. وزير البلديات محمد الشياع السوداني عم هاي المحطة موجودة بالشطرة، محطة تصريف المجاري اللي هي للشركة الإيرانية للمهندس المقيم مالتهم، صار لها 6 سنوات مرة 7 سنوات بهذا الحال. المناطق هاي مال المجاري على هاي المنطقة، زين عبد الواحد يقول لك أنا مجاري من أكملها وين تنشفط إذا أبو الإيرانية ما مكمل وهاي ظل ربابة. يا وزير البلديات، يا الوكيل، يا الوزير، اتدخلوا بقضية الشركة الإيرانية ومعاناتها الموجودة داخل الشطرة، من مهندس المقيمها، من الكادر مالتها، من الإيرانيين اللي هي بس اسم ما موجودين، جاي تدمر الشطرة. هاي المحطة صار لها سنين ما كاملة وما لها كبير وبيها بس كرفان وكلاوات. هاي محطة المجاري تصريف ما أعرف شنو متروكة. السيد القائم مقام، يا المحافظ، يا وزير البلديات، احنا كمواطنين جاي نوصل لكم معلومات يجوز ما جاي توصلكم. هذا وضعها، الإيرانية تاركتها وهاي عليها أكثر من منطقة، يعني محطة كبيرة. هذا الوضع متروكة، يجيها كل 7 أشهر 8 أشهر يشتغل له شوية وراح، أو الشركة الإيرانية وأغلب المشاريع متوقفة من وراها. هسه هاي عندك المنطقة هاي فيها مشاريع هواية، يجي عبد الواحد يقول لك انا اكمل، مو مشكله اكمل لك مجاري، بس ابو الايرانيه ما مكمل المحطه. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل الى مقطع اخر، اذ تحدث مواطن عن جسر الزيتون قرب جامعه ذي قار والذي تم اغلاقه بعد يوم واحد من افتتاحه بسبب وجود خلل في تنفيذه وسط غياب الرقابه والمحاسبه على تنفيذ المشاريع الخدميه. دعونا نشاهد. جايبينهم سيراميكا حطوها دقدقوها بالشاكوش وقالوا حطينا حجر الاساس وانتهى الموضوع. ما نعرف شنو السبب، ما نعرف مشاريعنا في محافظه ذي قار للاسف الشديد تنفتح يوم واحد وتغلق. حياكم الله. جسر الزيتون العائم اللي هو بالقرب من جامعه ذي قار وتحديدا يربط صوب الجزيره بصوب الشاميه، هذا الجسر اللي استبشرنا خير وقلنا راح يحل لنا البعض من الزخم المروري الحاصل على جسر الزيتون وايضا جسر النصر وجسر السريع. قصوا الشريط، فتحوا الجسر لمده يوم واحد، لكن للاسف الشديد تفاجئنا انه الجسر انغلق، الفواصل الحديديه انتهت. حاليا
الجسر العائم اللي هو جسر الزيتون العائم مغلق بكميات من التراب. ما نعرف شنو السبب، ما نعرف مشاريعنا في محافظة ديقار للأسف الشديد تنفتح يوم واحد وتغلق. حجر الأساس جايبينهم سيراميكا حطوها دقدقوها بالشاكوش وقالوا حطينا حجر الأساس وانتهى الموضوع. هسه اليوم عندنا الجسر العائم اللي هو جسر الزيتون مغلق بكميات من التراب، ما نعرف شنو السبب، ما نعرف انه هم خايفين من الجسر من الانهيار، اكو اخطاء فنيه بالجسر وما يقدرون يصرحون عنها، اكو كميات واكو هدر بالمال العام بخصوص الجسر العائم، ما نعرف. السيد محافظ ديقار، الاخوه في ديوان الرقابه الماليه، الاخوه في هيئه النزاهه، الاخوه المختصين، السيد معالي محافظ ديقار لشؤون المتابعه، السيد رئيس الوزراء، العراقيين بدون استثناء اللي نتمناه من عندكم ان تحققون بخصوص هذا الجسر. هذا الجسر انفتح في محافظه ديقار وتحديدا في مدينه الناصري، ومن بعدها بدت شكاوي المواطنين. نريد نعرف المبالغ الماليه المصروفه على جسر الزيتون العائم، الشركه المنفذه، اسباب الغلق، الاخطاء الفنيه، ونريد نعرف من هي الجهات. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، ونبقى مع تعطل وفساد المشاريع الخدمية في محافظة النجف هذه المرة، إذ وثق ناشط تعطيل مشروع منتزه أو متنزه في قضاء العباسية بالمحافظة منذ أكثر من سنة دون إنجازه. دعونا نشاهد. متنزه، شوفوا بعينكم، صار لأكثر من سنة، أكثر من سنة، شلون يصير لك واهس ينبني لك جسر؟ شلون يصير لك واهس تنبني لك دائرة دولة بهذا المكان إذا مشروع متنزه صار لأكثر من سنة وعند هذا الدليل اللي يشوفه بعينكم؟ إلى متى راح نبقى ساكتين؟ كل ما نقول إحنا بعد ما علينا ولا نصور ولا ننقيد، بس يا أخي واقع مرير اللي قاعد تشوفوه بعينكم متنزه لأكثر من سنة. ما أعرف أكم دولة أكو شخص يحاسب ويقول تعالوا متنزه طولش كم متر ما قدرتوا تسووه؟ علما هذا المتنزه أعتقد من جامع الإمام الرضا يمتد مقابل عمارة أبو حامد. ليش؟ شنو فيلمه؟ يا شايلين ذن التراب، والله عيب، والله العظيم حتى عيب وفشلة نطلع ونحكي عليكم. هسه احنا نريد نسأل وحق الرد مكفول، شنو الأسباب؟ يا رادين الترابات، يا شايلين الترابات، خاف يقولون ما طلع. هذا اليوم احنا لقينا شفل موجود بهذا الموقع، اعتقد مشتغل شوية سبويسات اللي يشوفوهن على ترابات خابطة، ما نعرف شنو الأسباب. موجود يعني شخص يحاسب؟ موجود واحد مواطن يطلع ويقول وين حقي؟ لو نبقى نايمين ونبقى ساكتين يعني عندنا أمل راح يصير ينبني جسر ثاني؟ عندنا أمل راح يسوون لنا شوارع نموذجية ذات إنارة؟ على هذا المشروع اللي صار لسنة، سنة مشروع صار لسنة، طلعوا وقاضون واحكوا ضدي إذا أنا مكذب. هذا الشارع العام مال العباسية وهذا متنزه اللي يصير هو واجهة العباسية. يا ترى ليش ما ينشغل هذا المشروع؟ أكو علة وراء؟ يا ترى أكو شغلة وراء هذا المشروع يتحول الغير متنفس الغير متنزه؟ إذا ما كلش هذا التعطيل. دعونا مشاهدينا الكرام نتابع الآن بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أحمد يقول وين مدير البلدية؟ وين مدير الناحية؟ والله كارثة، معقولة ما يشوفون هيك المشاريع؟ تعليق من ولاء يقول والله السكوت سبب إفشال المشاريع في العباسية، لازم الوقوف بجانب الحق. حسين يقول هي كل الشركات الإيرانية شغلها تعبان وما يكملون الشغل، على شنو مكلبين بيهم ما أعرف والله. وتعليق من علاء يقول أخذ بس حكي وشغل كله كلاوات، وهو العراق أصلا ضال بس للبوق والنهب وماكو شغل صح، لأن ما حد يخاف الله ويشتغل بصورة صحيحة، وماكو دولة تخدم البلد والشعب، أهم شيء الجيب ينترس. وخلونا نستمع لرأي السيد أبو أسامة من النجف. تفضل يا أبو أسامة، حياك الله، فقدنا الاتصال ويا سيد أبو أسامة. طيب خلونا نقرأ رسالة من أحد المشاركين معنا على الواتس أب، يقول
العراق كله تحول إلى مكب نفايات لإيران وذلك بسبب اللطامة. هذه السنة الثالثة التي لم توزع التربية كتب مدرسية للمدارس. ما دام هذه الأحزاب هي التي تحكم العراق فلن تقوم للبلد قائمة. أبو أسامة حياك الله من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك استاذ. والله استاذ احنا من النجف قرب يمي مدرسة المن والسلوى. نعم. هاي بها 500 طالب. نعم. عامل خدمة ما بيها نهاية. وياي؟ نعم. الو. وياك وياك يا اي ابو اسامة وياك. اي والله انا اشيدكم هاي عن طريقكم. مش عجب مش عجب مش عجب هذه المدرسة ما بها عامل خدمة. محافظة النجف. ها؟ مش عجب هذه المدرسة ما بها عامل خدمة. والله يعني عامل خدمة ما بها الله شاهد 500 طالب النو السلوى على طريق كربلاء نجف عمود 200. لا شنو حال شنو حال المدرسة هسه في ظل وجود 500 طالب؟ والله المدرسة مبنية صار تقريبا حوالي 6 سنوات وطلاب بيها وهذه بس خدمة ما بيها نهائيا عامل خدمة ما يعني يطلعون الطالب هو يطلع الوساخة هو اللي يخفي يعني نودي الطالب منها ما شغل تنظيف وهذه يروح لهوسه. واحنا عندنا جيوش عندنا جيوش من يعني العاطلين عن العمل يعني معقولة ما قدروا يوفرون شخص أو شخصين ل رعاية هالمدرسة وتنظيفها؟ الله شاهد الله شاهد يعني نعم. يعني كلام فقه يعني ما بيها نعم. عمود 201 المن والسلوى مدرسة المن والسلوى. شكرا جزيلا سيد أبو أسامة من النجف، أشكرك للمشاركة. ويانا السيد أبو حسن من البصرة، تفضل يا أبو حسن. ألو السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذا البرنامج الطيب. الله يسلمك، حياك الله. أخي العزيز هاي الأحزاب يعني ما شبعت يعني من السرقات. احنا نحن بالبصرة تحديدا من قضاء القرن. نعم. ما نشوف أي يعني أي خدمات أي شيء يعني بس جماعة الأحزاب هذا جماعة فلان مبلطين شارع ماله هذا مدري شنو مسوي له فماتي والباقي الناس اللي ما تنتم الأحزاب يعني وضعيتها كلش تعبانة. ويطلعوا لي يمشون للإمام الحسين سلام الله عليه تبرى من عدم الإمام الحسين كلهم حرامي. نعم يعني هذا الواقع اللي موجود هنا نور المالكي كل من عين جماعته وعين مدريه وعمامه وعين مدري منه يعني ولعبوا بالوضعية يعني يتدنوا بجنوب يعني. هما أنت فتحت يعني فتحت طاري مهم حقيقة يعني كلها تتكلم بأخلاقيات الإمام الحسين عليه السلام والطريق والدرب الذي سار فيه اللي هم دي يتبعوه يعني معقولة حاشا لسيدنا الحسين عليه السلام دي يمشون بهذا الدرب درب كله سرقة وقتل وفساد ومخدرات ودعارة وشرب شنو هالطريق هذا الطريق الحسيني هذا اللي دي يمشون به؟ نعم الأستاذ العزيز أنا ولا هذا مو موضوعك يعني لو تسمح لي يعني إحنا كنا معارضين للنظام السابق يعني وجماعتهم عود يعني سرقونا بالخارج وسرقونا هنا بالداخل. ما له علاقة أنت عراقي ما له علاقة أنت كنت عايش نعم. بالبصرة ومن جماعة ومن من من الشيعة ولا كنت عايش بالغربية سني الضرر واقع على الجميع. نعم الضرر على الجميع أستاذ أنا كنت معارض لرمضان يعني سرقونا هناك بالخارج كان نعم. دعم حتى من دولة الكويت يعني تحديدا بالدولار سرقونا وهنا سرقونا نفس الحالة يعني إذا تبي تسمي لك لازم نعم نعم سيد أبو حسن أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة كنت معنا من البصرة. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع ننتقل إلى موضوع آخر في هذه الحلقة. تحدث ناشط من محافظة البصرة عن إهمال وعدم صيانة جسر التنومة الذي يعاني من الحفر والتخسفات الكبيرة دون حلول واهتمام من قبل الجهات المسؤولة. دعونا نشاهد. اخوان من على جسر الشهيد كنعان في منطقة التنومة
الجسر رابط ما بين قضاء شط العرب منطقة التنومة ومنطقة العشار مركز المحافظة. بشرفكم المسؤولين اللي يوميا تعبون على هذا الجسر. هاي الطسة تريلة، التريلة هم تطيح فيها. شرفكم هاي الطسة ما حد شافها، ما حد قال يعني جسر. حتى الحديد طلع باعوا. هذا الحديد طالع لولا هذا الحديد طالع. شوف تفضل. يعني لا متى نبقى احنا نحكي؟ هسه احنا ما ننتقدكم عمي مسؤوليننا، بس يوميا جاي تعبرون على الجسر. هاي الطسة هاي هسه هاي تلة صايرة هنا والدي اخوي. هاي شنو يعني يمتى تنحل هاي قضية جسر الشهيد كنعان؟ هاي الطسات شوف هاي باع هنا وحده وبالمدخل من يعبر الجسر وحده وبالبداية وحده. الجسر منتهي يعني الحديد طلع والمسؤولين رايحين جايين. أدري هي المسؤولية كشخة لو عمل، المسؤولية خدمة الناس لو بس مظاهر. عمي طلعوا اشتغلوا طلعوا. يعني هذا جسر، هذا جسر منهار إلا شوي. يعني الحديد طالع، الحديد طالع العالم يعني بلشت حتى السيارات. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر ونبقى في محافظة البصرة مع ملف غياب الخدمات، إذ رصد مواطن تكدس النفايات ومخلفات البناء في الجزرة الوسطية التي تقع بين منطقتي حي الحسين والجمعيات وسط محافظة البصرة. دعونا نشاهد. شوفوا الطامة الكبرى يا ناس يا عالم، ولكم شو نسوي؟ ننزع هدومنا، نشقق ملابسنا، وين نروح؟ وين نهج؟ تعال شوف، شوف هاي الجزرة الوسطية بالحياني باعوا الأنقاض. هاي من المفترض انه هاي الجزرة الوسطية تكون متنزه للعوائل، وهي اساسا متنزه للعوائل. يعني معقوله هسه ماكو بلديه تراقب؟ ولكم والله اكبر على رؤوسكم. بشرفكم باع شوف تلال 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 من الاوساخ والانقاض جاي يذبونها هنا. هسه سالت ولد شخص يقول هاي جاي يجيبونها من الجمعيات ومن الحياني، الانقاض نفسهم والبلديه ويذبونها. والشركات الاهليه اللي جاي تشتغل في الجمعيات وبالحياني جاي يصفون الشوارع ويذبونها ببطن هاي الجزر الوسطيه. مشاهدينا الكرام نكمل مع هذا الموضوع، إذا اشتكى مواطن من تراكم النفايات والتي باتت مصدرا يهدد حياة وصحة سكان المجمعات والأحياء السكنية في محافظة النجف دون أي حلول وتدخل من قبل الجهات المعنية. دعونا نشاهد. إلى الجهات المعنية، مديرية بيئة النجف، هيئة النزاهة، إلى مجلس القضاء الأعلى، هذا حرق ليلة أمس. الآن الهواء غربي، فتشوفون الدخان كله متجه إلى شارع كربلاء. مجرد أنه يتحول الهواء شمالي يتوجه بالضبط إلى المجمعات السكنية وإلى الأحياء الشمالية وإلى المقبرة وإلى المدينة القديمة. سيادة المحافظ، أنت ونائبك وقائد الشرطة والشؤون وكلكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أكو كتب جتكم من وزارة البيئة تخص هذا الموضوع، تخص موضوع الحرق. هاي الكتب تلزمكم بغلق هذا الطمر نهائيا ونقله إلى مكان آخر. هذا من باب آخر إيقاف ونشر دوريات بهاي المنطقة تمنع الحرق وبالأخص ليلا. الحل شنو؟ إيش وقت تحركون ساكن هذا الدخان المسرطن، هاي المواد اللي تقتل العالم؟ ايش وقت تتحملون المسؤولية وتتحلون بالشجاعة وتتخذون قرار حازم لإنقاذ الناس؟ دعونا الآن مشاهدينا الكرام نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. علي يقول: أنا قاعد بملحق النداء قريب مجمع قنبر، تأذينا بالليل وطلعت الروائح الكريهة تتحسر تفتح باب لو شباك بالبيت، لازم يسوون حل.
تعليق من نجاح يقول: المفروض إنشاء معمل تدوير للنفايات وتحويل هذه النفايات إلى إنتاج مفيد، لكن ما حد يحرك ساكن. فارس يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل مسؤول لا يتخذ دوره في هذا الملف الخطير اللي صار فترة طويلة تعاني الناس وضجت المواقع به ولا من مجيب. حسن يقول: منذ سنين نخاطب وما زال الوضع يزداد سوءا رغم تنامي المجمعات السكنية وامتلائها بالساكنين مما يعرض حياتهم للخطر الجسيم، مع علم الجهات القائمة بهذا الفعل الخطير على المجتمع والبيئة. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على الذكرى السنوية لمجزرة ساحة النسور عام 2007 وسط بغداد. هذه المجزرة راح ضحيتها 17 شخصا وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال وطلبة في الجامعات، وذلك إثر فتح عناصر من شركة بلاك ووتر الأمريكية النيران على المارة من المدنيين في ساحة النسور. دعونا نشاهد. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. يستذكر العراقيون اليوم الموافق 16 من شهر أيلول ذكرى مجزرة ساحة النسور كما قلنا قبل قليل، والتي ارتكبتها شركة بلاك ووتر الأمريكية ضد عراقيين في ساحة النسور في بغداد في عام 2007. الوسم على منصة إكس. مصطفى كامل يقول: في مثل هذا اليوم من سنة 2007 ارتكب الغزاة الأمريكيون مجزرة ساحة النسور وسط بغداد عندما أطلق عناصر ميليشيا بلاك ووتر النيران على المدنيين، فقتلوا 17 شخصا وأصابوا 20، وبين الضحايا أطفال ونساء. إنها واحدة من مجازر كارثة غزو العراق التي لن تغيب عن ذاكرتنا، وسيأتي يوم القصاص عنها وعن سواها، فهي لم تكن أولى المجازر ولا كانت الأخيرة. تعليق من عثمان يقول: بمثل هذا اليوم تاريخ 16/9/2007 مرتزقة شركة بلاك ووتر الأمريكية يرتكبون مجزرة ساحة النسور وسط العاصمة العراقية بغداد. استشهد 17 عراقيا بينهم أطفال إضافة إلى 22 جريحا. أقر نيكولاس سلاتن أحد المشاركين بالمجزرة بأنهم أطلقوا النار بدافع الكراهية. تعليق لدينا من سلسبيل تقول: في مثل هذا اليوم من 2007 مرتزقة شركة بلاك ووتر الأمريكية يرتكبون مجزرة ساحة النسور وسط العاصمة العراقية بغداد. استشهد 17 عراقيا بينهم أطفال إضافة إلى 22 جريحا. وذكرى تقول: الجريمة المسكوت عنها بالعالم الديمقراطي. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.